نرحب بضيفتي الدكتورة الباحثة في مجال التغذية أسماء زري واللي معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء وصباح الخير. أهلا وسهلا بك أسماء. أهلا وسهلا وأهلا بجميع. مرحبا بك أسماء، بداية أسبوع موفقة وإن شاء الله ندوزو معك أسبوع مفيد كيف ما عودتينا دائما. شكرا لك حليمة وإن شاء الله كما العادة. غادي نبداو بالماء نظرا للأهمية ديالو أسماء. الماء بطبيعة الحال عنده منافع كثيرة على الصحة ديالنا على البشرة. كاينين الناس وخا الصيف كينساو ما يشربوا الماء أسماء. صحيح كاينين وخا الصيف كينساو يشربوا، وكاين مع هاد كينساو يشربوا مجموعة من لي فوس تراتيك ولا الممارسات الخاطئة اللي كيعملوها. فمثلا الصيف دائما كتبادر الذهن ديالنا لاننا مثلا كنشوفوا الاشهارات والاعلانات اننا لا شربنا مثلا مشروبات الغازيه او لبعض انواع العصائر راه غادي يكون هادشي كافي باش انه يعطينا نتيجه من الماء. في حين ان المشروبات الغازيه اخر حاجه كتعطينا الماء، بالعكس هي كتحيد الماء من الجسم ديالنا بشكل كبير جدا. فإذا كان الصيف ولا مثلا المنظر اللي كنشوفوه دائما بعض الإعلانات أنه الشخص كان إما رياضي إما كيجري كيوقف كيهات شوية تشرب شي مشروب غازي أو مشروب أنه غادي هذه من الأشياء اللي خاطئة. الماء فقط هو اللي صالح لترطيب الجسم. صحيح أسماء ومشكورة على هذه النقطة، لأن من المهم جدا أننا نعرفوا بأن حتى شي حاجة ما كتعود الماء أسماء. المشروبات الغازية أو العصائر ما تعودوا شيء الماء. وكاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا هذا الخطأ، يعني تيقول لك غنطفي العطش غنشري مثلا واحد المشروب غازي إلى غير ذلك. والماء راه ما تتعودش، لأن حتى الماء راه فيه بزاف ديال المعادن اللي ممكن نذكروا منها أسماء، يعني بزاف ديال المعادن بزاف ديال الفوائد اللي ما كنلقاهمش طبيعة الحال في العصائر أو في المشروبات الغازية. صحيح، هنا ملي كيكون المياه المعدنية الطبيعية تماما كيكون مجموعة من المعادن والنسب ديالها كتكون مختلفة. وهنا كندخلو عاوتاني لواحد المسألة أخرى واللي هي واش غادي نشربوا الماء اللي فيه المعادن أو نشربوا الماء العادي ولا شنو؟ كتبقى على حسب الحالة بكل شخص. كاين الناس اللي غادي نقول لهم شربوا المياه المعدنية لان الحاله الصحيه ديالهم ولا الطريق المكان فين هما او هذا كيكون صالح لهم المياه المعدنيه. وكاين اللي ما غاديش يحتاجوا نهائيا ياخذوا مياه معدنيه، بل كيكون هذيك المياه المعدنيه فقط عبء على زائد على الكلى. فهذا الشيء خصنا نعرفه. وخطا اكبر وافظع هو ملي كناخذوا المياه المعدنيه وكان نحضروا بها حليب الأطفال قل من شهور ما كنحضروهاش بالمياه المعدنية. قل من شهور كنحضروها بالمياه اللي كتكون صالحة للشرب. إذا كان المياه ديال الروبيني فإحنا غادي نغليوه مزيان ونخليه يبرد علما ان بزاف ديال الناس كياخذوا هاد او كيديروا هاد يعني هاد المساله، يعني تيخلطوا الحليب غبره مع الماء المعدني، يعني تيقول لك غير باش نحافظوا على يعني نحافظوا على الصحه ديال الرضيع. فبزاف ديال الناس كيديروا هاد المساله، وبزاف ديال الناس اسماء تيتخوفوا من الماء ديال الصنوبر او الماء ديال الصنبور عفوا، يعني اولا ديال الروبيني. يعني بزاف ديال الناس تيتخوفوا منه، تيقول لك لا راه فيه الكالكير، فيه مجموعه ديال ربما ديال المعادن اللي ممكن تكون مضره. فهنا كما قلتي نقدروا نغليو الماء، يعني الطريقه القديمه ديالنا نغليو الماء ونخليوه حتى يبرد ونديروه في الـ في الزاج. نعم
فهذه هي الطريقة الأنسب. أما لأن أشوفي هما علاش كيحضروا بهاد مثلا كيستعملوا تحضر هذا ديال الشرب الحليب الأطفال، لأن بعض الشركات كتروج الفكرة تماما، هذه الكلمة كتروج الفكرة على الرغم من أنها غير صحيحة. والناس مشات مع أنها راه مزيان راه جيد راه حسن انه ديال الناس اللي كتشرب المياه المعدنية، فهي زعما ولات حتى مبقتش ولات حتى ظاهرة اجتماعية، واخا يقدر يكون المياه ديال الروبيني مزيان ولكن هما كيبغيو يشربوه. وعاد تكلمنا عليها وعاود تكلمنا عليها البلاستيك البلاستيك تلوث بالبلاستيك. يعني بزاف ديال المسائل مياه صنبور عاوتاني ولا ما ديال حتى هو يقدر يكون ملوث، ما غاديش ملوث مثلا باشياء للجزء ديال بجزئيات بسيطه. نعم. صغيره وتبقى عاوتاني على حسب المدن وعلى حسب المناطق. المدن والمناطق كاين لي بعض المناطق اللي كتكون المياه فيها مالحه وهنايا تنغليو الماء ولا واخا ان فيت كنغليو الماء ولكن غير باش نحيدو الكالكير والملحه صعيب ان نحيدوها كيما اللي خصنا نقطرو الماء. المهم الناس غير تعرف كل حاجه شنو فيها باش تختار الانسب. الاعراض اللي كيبانوا عندنا اسماء منين تينقصنا يعني كميات ديال الماء في الجسم ديالنا، شنو هي الاعراض اللي كتقدر تبان عند الشخص؟ صحيح الاعراض هي اعراض اللي كنقدروا ما نربطوهاش بالعطش. مثلا الم الراس، الحريق، الحرق بالراس، انه الانسان تيجيه النعاس يحس بالنعاس، ان مثلا كيحس بعدم بالدوخه اوكي كيقدر يهبط له لا طونسيون. فهذه مجموعه من الاعراض اللي كتدل على انك في مرحله الجفاف. مجرد احساس بالعطش راه كتجي في مرحله الجفاف. الافضل هو ان نشربوا ما نتفكروا ان نشربوا الماء، ما نخليش راسي حتى نوصل لهاد الاعراض. انك الا نسيتي ليهم هذيك الساعه ترى وصلتي لمرحله الجفاف. ثم ماشي حتى نحسوا بالعطش اسماء، يعني ماشي حتى الجسم ديالنا كما تنقولوا يطلق له الاخت، يعني الواحد يشرب بلا ما يحس بان راه هو في حاجه الى شرب الماء. صحيح تماما. اي عرف راسو انه عندنا واحد الكميه ديال الماء خصنا نشربوها تماما في اليوم ديالنا. من يترو حتى لجوج يترو، وهنا كنحتى المياه اللي تتكون في الماكله كنقدروا ناخذوا بعين الاعتبار باش كنوفروا في الجسم ديالنا الحاجيات ديالو من الماء اللي كتكون ضروريه جدا في هذا الفصل هذا. وخصوصا عند الاطفال وكبار السن اللي تيكونوا معرضين اكثر من غيرهم من الجفاف والمضاعفات ديالو، خصوصا مع التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة. نعم. والناس اللي متقدمين في السن الناس اللي متقدمين في السن ما نساوهمش اسماء، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي الله يحسن العوان يعني تيكونوا عندهم بعض الامراض، كاين اللي فيه مثلا لايزيمير، كاين الناس اللي هما كبار في السن، فنحاولوا دائما نراعيوهم نعطيوهم الاحتياجات ديالهم، نعطيوهم الاحتياج ديالهم كذلك من الماء اللي يكفيهم، لان في بعض الاحيان شخص اللي هو متقدم في العمر ما تتبقاش عنده هاد كما تنقولوا هاد لو ريفلكس، يعني الانسان ما تيبقاش يقول لك بغيت نشرب بغيت هذا لانه ما كيبقاش يحس بالعطش. لا تماما. المتقدمين الاحساس بالعطش ما تيبقاش عندهم، كيدوزوا نيشان المرحله ديال راسو تيدروا فيه السخفه وشحال من كبار السن اللي تيكونوا اليتي ما كيتحركوش ولا عندهم امراض كتلزمهم الفراش كيقدر يتوفى غير بالجفاف، لان مثلا نسوه بالماء ما شربش ولا هي تبقى مده طويله بلا ما
مده طويله بلا ما، واخيرا كيبقوا الرياضيين، الرياضيين المهم جدا جدا خصوصا في الصيف انهم يشربوا ما يكفي من الماء. وهذا الشيء كنتكلموا على جميع الرياضات، بالاخص الرياضات اللي تتمارس في الهواء الطلق، فمن ضروري جدا انهم يشربوا ما يكفي من الماء. وماشي كنبقاوش ديك الساعه نتكلموا على يترون حتى جوج في اليوم، كنتكلموا على كميات اخرى اكثر اهميه لحسب نوعيه الرياضه اللي كيمارسها، ويعني الشده ديالها ودرجه الحراره، فحنا كنقولوا له شحال الماء خصو يشرب. نعم، فالصباح هذا انا وياك كنهديو كويس ديال الماء بارد لكل ما كيسمعنا الان. ما تنساوش تشربوا الماء، الماء مفيد اكيد كيف ما شفنا معك اسماء، وعنده منافع وتاثير كبير وايجابي على الصحه ديالنا بشكل عام. شكرا جزيلا لك اسماء زريول، نتلاقاوك غدا بحول الله على نفس التوقيت باش نتكلموا على موضوع اخر يخص التغذيه.